رجعنا لكم مشاهدينا وراح نبدي وياكم اليوم بحلقتنا من السماء زاغروس بموضوع كلش حلو ومهم بنفس الوقت. الموضوع هي حيوي، يتناول الإغاثة والتنمية وكيفية تعزيز قدرات الشباب حتى يكونوا محركين للتغيير للمستقبل أكيد. وراح تكون ويانا ضيفات عزيزات اليوم مميزات من بنفس الوقت، الست رانيا صالح عضو منظمة أمل للإغاثة والتنمية ويانا، أهلا وسهلا بتشرفتينا من السماء زاغروس. وأيضا راح تكون ويانا طالبة متدربة في المنظمة شانا شيرزاد فرمان، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا بنسمة زاغروس. شكرا. شكرا، أهلا وسهلا بيك عزيزتي، شرفنا بتواجدنا بقناة زاغروس. طبعا أنا رانيا عضوة في منظمة أمل للإغاثة والتنمية. نحن نشتغل بأقليم كردستان مرخصين منذ 2020. لا تستعجل، أنا راح أسألك بس خليني أرحب شانا همينة. أهلا وسهلا بك، شرفتينا. شكرا. رانيا خلينا نبدي وياك، مفهوم الإغاثة بالنسبة لك شنو هي؟ وشلون أنت بديتي بهذه مشوارك؟ هسه تقدرين تحكين تفضلي. طبعا أنا رانيا في منظمة أمل عضوة، بديت مشواري ويا منظمة أمل كمتطوعة في بعض الأعمال مساعدة الناس، منها التوزيعات وتيسير الجلسات. بعد ذلك أصبحت منظمة، يعني صرت عضوة عندهم، وحالياً أنا أشتغل ويا منظمة أمل. طبعاً مفهوم الإغاثة، بعض الناس اللي ما تعرف شنو الإغاثة وشنو الأعمال اللي يقوم بها، الإغاثة هي وسيلة نساعد بعض الناس المحتاجة في تلبية احتياجاتهم قدر الإمكان، وساعد البلد اللي نحن نتواجد به. شلون أنت بديتي بهذه المشوار؟ شلون هيك فكرتي تصيرين عضوة بهيك منظمة؟ بداية مشوارك. طبعا الأعمال الإنسانية كانت يعني اختيار شخصي، تجذبني بعض أنه أشوف الأشخاص يحتاجون مساعدات، كنت أتمنى أنه أنا شخصيا أقدر ألبي هاي المساعدات، لأن لقيت طريقي وسلكت هذا الطريق. الحمد لله، هو أكيد نجحتي بها وأسا مرتاحة أنت بهذه طبعاً الشغلة. طبعا متأكد بها منظمة أمل. كلش زين، وخلي نبدأ وياك همينة استشانة. يعني شنو اللي خلاك أنت كطالبة تشتركين بهيتش منظمة، منظمة أمل للإغاثة، وتكونين واحدة منهم بهذه المنظمة؟ يعني شلون شفتي مشاركتك وخلال تدريبك وياهم؟ لا تحكي لنا أكثر. صراحة أنا كطالبة شابة يعني صغيرة، أحب دائما يكون عندي أكثر من طموح واحد، وأشوف شغلات حلوة وأجرب بالحياة. فمنظمة أمل ساعدتني بهذا الشيء، إنه يكون عندي فتجربة جديدة بالحياة، وخاصة موضوع الإغاثة إنه كلش مهم أي بنت أو أي شاب بأي عمر يكون، إنه يعرف شلون يساعد نفسه يطلع من مواقف نقدر نقول غير مساعدة أو غير لطيفة. فتشي كلش حلو صراحة، وفتجربة كلش ممتعة. طبعا كل واحدة بينا لما تحب تشارك بشغلة أو تشتغل بشغل معين، يعني ما تعرف شنو اللي ينتظرها، شلون ما تقولين. فأنتي كنتي تعرفين شنو اللي ينتظرك بهذه المنظمة، أو أنه كحب وهيكي هوا صارت عندك تشتغلين بهذه المنظمة وطبيتي لها، شلون ما تقولين؟ صراحة هي ما كنت أعرف بالضبط شلون راح يكون الموضوع أو شنو التدريب، أصلاً هي تجربة جديدة. صح، تجربة جديدة وأول مرة أسويها، بس قلت أنه أنا عندي طموح أتعلم غير شغلات وأتعلم من ناس شايفة أكثر من عندي وعدها خبرة بالحياة. عجبتك الوضع؟ كلش عجبني صراحة. إن شاء الله راح تستمرين بها همينة. سترانيا، أنتوا شلون تسهمون بتعزيز قدرات الشباب حتى يكونون وياكم ضمن هذه المنظمة؟ طبعاً نحن كمنظمة أمل هدفنا الأساسي هو تعزيز قدرات الشباب إناث الذكور، ونحاول قدر الإمكان نركز على هذا الموضوع بحيث أنه يقدرون الشباب يكتسبون الخبرات الموجودة لدى المنظمات، ويقدرون يدخلون لسوق العمل لحتى يستفاد منهم البلد بالخبرات المكتسبة من المنظمات. هاي غايتنا الأساسية، بحيث تصير عندهم خبرات من الأعمال التطوعية اللي يشاركون بها ويا المنظمات، تساعدهم وتسهل لهم حتى يحصلون على فرص عمل المتواجدة في البلد. أكيد هم يستفادون، وهم راح يكون لهم فائدة بالمستقبل للمجتمع. يعني العدد هناك بالمنظمة هل هي عدد زين ده نحكي عليه، لو لساتها جديدة المنظمة؟ نحن مرخصين بأقليم كردستان تحديدا منذ 2020،
العدد جيد بالمنظمات، عندنا أشخاص متطوعين في إقليم كردستان بأنحائها، ونشتغل ويا الشباب ذكور وإناث في الجامعات بشكل عام. متوالمين. جيد. شانا خليني أرجع لك. شلون أثر التدريب بهذه المنظمة وطور على مهاراتك الشخصية والمهنية بنفس الوقت؟ شلون أثر على شانا بشكل عام؟ وأني ما كنت مرة بمشكلة إنه تخليني أدخل هذا المجال أو أتطوع به، بس صراحة ورا التدريب شفت إنه أكو هواي حالات ممكن تصير لي أني أكون بأي مكان، إذا كنت برا البيت أو يعني احتمال حتى ويا أقارب. صحيح شي. أكيد. يعني ما تعرف منين تجي لك المشكلة، فصراحة قمت مرات تسدين الباب ويجي من الشباك. بالضبط. فإنه نقدر نقول فتحت عيني على مواقف أكو احتمال تصير وياي بالمستقبل. فهسه عندي هاي الذاكرة إنه أقدر أخذ قرار شون أخلص نفسي من هاي المشكلة. عندك تجربة. نعم. يعني ما أذي الشخص المقابل، بس إنه أخلص نفسي من هذا الموقف اللي يعني وصارت وياك مشاكل وخلصتي نفسك حاليا. لو ما رأيت نقدر نقول ويا الإخوة بس مو ويا غير ناس. يعني إذا تبدين من الإخوة من العائلة أحسن حتى التجربة يكون أقوى للغريب. طيب رانيا، أنت كونك عضو بمنظمة أمل الإغاثة والتنمية، أكيد يعني هناك تجارب محلية أنت مر بها بهذه المنظمة، لكن التجارب الدولية هل أكو تجارب دولية مارة عليكم أنتم مستفادين منها؟ طبعاً نحن كمنظمة نحاول قدر الإمكان نستفاد من التجارب الدولية وندخلها إلى البلد تحديداً إقليم كردستان، حتى الأشخاص المتواجدين هنا يستفادون من تجاربهم الدولية. مثل ما شفتي عندنا تدريب الدفاع عن النفس، نحن مركزين على هذا الموضوع جداً، بحيث يقدرون الإناث في حال تعرضهم لموقف يخلصون نفسهم من هاي المواقف في الحياة اليومية. طبعا المنظمة المدربة اللي كانت متواجدة ويانا بالمنظمة هي مدربة سويسرية عندها خبرات عالمية وحاصلة على جوائز عديدة على مستوى العالمي. نحاول قدر الإمكان نستفاد من خبراتها وندخلها على البلد هنا المتواجد عندنا، بحيث إنه نحن نقدر نستفاد منها ونستخدمها استخدام يومي. حلو. يعني احنا هنا نقدر نقول انه اكو تبادل خبرات راح تصير بالمستقبل همينا، يعني مو بس احنا نشوف خبراتنا المحليه لا، وانما نقدر نشارك هذه الخبرات بالدولي همينا بنفس الوقت. جيد. شانا. يعني انت لما احنا شانا لما شاركتي بهذه المنظمه، هل صار اكو عائق يعني من قبل الاهل حتى انت تشاركين او ما تشاركين بهذه المنظمه؟ اكو واحد وقف ضد هذه الرغبه اللي عندك؟ وبصراحه لا، ما شفت هذا الشيء، لان العائله دائما يعني تسوي سبورت وتخليني احب اسوي شغلات اللي احبها، ما تمنعني. ف بالعكس ما شفت اي يعني واحد ما يقبل او شيء. طيب انت هيك شيء بس اكو عوائل واكو شابات مثلا يحبون يشاركون بمهنه او منظمه، العائله هي العائق قدام هذه الشابه او الشاب، يعني ما يخلون، خاصه الشابات اذا احنا نركز على البنات. فشنو هي يعني انت يعني تحبين توصلي لهذه العوائل او لهذه الشابات انه يبدون مثلك، ومثل ما انت العائله ما وقفوا عائق قدامك، هم همين نفس الشيء ما يوقفون. شنو هي رغبتك اللي تريدين توصلي لهم صراحه من خلال حتى لو كلمه؟ اي كلمتي هي تقول ما دام الشيء اللي الشخص يريد يسوي راح يكون مفيد لهم للمستقبل وما راح يأثر سلبيا عليهم، ما أحب يعني لا تخلوهم ليسوون هذا الشيء، بالعكس قوموا وياهم، لأن إحنا حاليا بنعيش بزمن متطور. صح. فدائما تطلع غير شغلات قدامنا، نستقبل شغلات جديدة لحياتنا. يعني هسه مقارنة 10 سنين حياة كانت كلش مختلفة. فش قد ما الواحد يتعلم هم قليل. بعدين الشغلة مو غلط، يعني الواحد يبدي بيها مثلها مثل أي مهنة ثانية إذا يشاركون بيها أو يشتغلون بيها. طموحاتك الشخصية شانا في مجال العمل الإغاثي مستقبلا؟ مستقبلا صراحة وفكرت بالموضوع هواية، لأن شغلة كلش حلوة، وش قد ما الإنسان يبقى أكتف بحياته ويشتغل صحيح أحسن.
صراحة أحب أشارك يعني بالمستقبل يكون عندي فت يكون فت يعني شغلة بسيطة من روتين حياتي، إنه عدا الشغل الخارجي والبيت يكون عندي يعني شوية معلومات عن الإغاثة وشون أطور نفسي بهذا المجال. أحب أكيد هذه فرصة كلش زينة لك، يعني أنت ويا منظمة أمل للإغاثة والتنمية أه. مشاركة وياهم وبعد جديدة مثل ما حكيتي وياهم، فأكيد أه. هذه طموحاتك راح تكبر مستقبلا ويوم بيوم عن خلينا نقول المهنة اللي عندك والرغبة اللي عندك راح يزيد عن قبل. رانيا، أبرز الأنشطة اللي أنتم عندكم تشتغلون بها بدعم الأفراد والعائلات المستضعفة، خاصة إذا نحكي على المرتبطة بتنظيم داعش، يعني أنتوا شلون تتعاملون وياهم؟ شنو هي ردود أفعالهم وردود أفعالكم لما تشوفوهم هذه الفئة إذا نحكي عليه بالذات؟ طبعا نحن حاليا كمنظمة عندنا مشروع عائد لذلك في مخيم الروج، واحدة من المخيمات عائدة للعوائل داعش. نحاول نحن كمنظمة نساعدهم سواء نساء وأطفال بإعادة دمجهم من خلال تدريبات للأطفال والنساء، بإعادة دمجهم بالمجتمعات وعيش حياتهم بشكل طبيعي بحيث أنه يتأقلمون ويا الوضع الحالي. أصلاً أنه مروا بشغلات أبد يعني ما راح ينسي يمكن لهم وتظل بذاكرتهم، فأكيد الواحد يحب أنه أكو منظمات هيك يساعدهم وتكون وياهم يوم بيوم، يعني مو بس أنه أنا فترة أكون وياهم وخلص بعد هنا أعوفهم. نحن ندربهم على عدة تدريبات النساء والأطفال بحيث يقدرون هاي التدريبات من خلالها يطورون من نفسهم ويتأقلمون ويا الوضع والمجتمع الحالي. طيب انت شانة اكيد مثل ما حكيتيك يعني ليها سما مارب مواقف حتى انت تستعملين هذه قدرتك اللي متعلمتها بالمنظمه وانما جربتيها على اخواتك. خلينا هيك نتخيلك اذا صار وياك موقف مثلا من قبل اقرب الاصدقاء لك واللي هي هم يمكن تعتبر اخت او اخ لك، شلون راح تتعاملين وياه؟ هل يا ترى راح يعني اكيد راح يكون زعل بين خاصه انت عندك هذه الخبره والقوه انه تدافعين على نفسك بهيك موقف؟ صراحه ما راح تكون الشانه اللي قبل لا متغيره. صراحه هي المدربه السويسريه اللي كانت ويانا علمتنا هواي طرق انه ايش قد ما نقدر منحاول ناذي الشخص يعني بس انه نطلع من هذا الموقف اللي احنا دنمر به حاليا. فهي حركات شغلات اكيد ما راح اضرب بالاصدقاء، علمينا خلينا نعرف. اي يعني ما راح تصير عنف بالموضوع بس انه كلمه واحده يمكن مرات انت تخليني اللي قدامك يعني يقول انا ايش سويت بنفسي. تدرين انا مرات هيك افكر اقول يعني الواحد اذا يريد ياخذ حقه من شغله صايره وياه مو شرط انت يعني تستخدمين العنف او كلمات بذيئه بنفس الوقت، لا، وانما كلمه واحده يمكن جمله واحده تنسي نفسه او تذكره انه انا ايش سويت بنفسي، ليش انا خليت نفسي بهذه الموقف. فهذه النقطه كلش مهمه الواحد يشتغل عليها، كيفيه التعامل ويا المقابل كلش مهمه. هي تقنيات بسيطه وانما تاثيرها قوي على الشخص المقابلنا، وهذه همين اصلا تنطيج هيبه بنفس الوقت، يعني هذه تقوي شخصيتك، تقول مثلا اللي قدامك تقول هذه شخصيتك قد قويه بكلمه واحده دمرتني مثلا، يعني صايره هيك الشغلات فن الردود. رانيا يعني انت تعرفين صحيح هسه يعني كل الاعمال والاشغال الذكور والاناث يشتغلون ويا بعض، لكن خلي احنا يعني ما نقشر على حال المجتمع الذكوري لساتها يعني قويه، نعيش بظل مجتمع ذكوري مع الاسف. ابرز التحديات اللي انت واجهتك خلال العمل الاغاثي او عند تعاملك يعني مع مختلف الاشخاص، اكيد اكو هواي اشخاص انت متعامله وياهم، شنو هي ابرز التحديات اللي جايه لطريقك؟ طبعا اني كانثى اشتغل منظمه بالتاكيد طبعا اني كانثى اشتغل منظمه نواجه هواي تحديات، سوء فهم من قبل الذكور الاناث اللي تشتغل هذا الفهم بهذا المجال، خاصه اذا هي جاي يعني تقود العمليه، لكن نحن نتقبل الموضوع بشكل ايجابي، نحاول نوصل الصوره بطريقه شفافه بحيث يتفهمون السياسات اللي نحن حاليا جاي نتبعها واللي يتبع الاقليم، ونحاول انه نوضح صوره العدل والمساواه بين المراه والرجل ويعني اهميه دور المراه في المجتمع. يعني لازم يكون عدل ومساواه، انت تشوفين هذا العدل والمساواه بالمنظمه مثلا ما دامت تشتغلين بالمنظمه وعضوه هناك،
لو بعد طبعا نحن كمنظمة مجال المنظمات عدل المساواة موجود. خلينا نقول نحن دائما نحاول نشتغل على الموضوع بحيث انه يوصل هذا الطموح اللي نحن نريده، يكون اكو عدل ومساواة بين الاثنين. وهو نفس السياسات اللي جاي تبعها الاقليم، يعني يسمعون له صوت المرأة، عدل ومساواة بين الاثنين. سابقا ما كان الامر كذلك، حاليا هسه متطور الموضوع للأفضلية ونطمح للأفضل إن شاء الله. يعني ما تشوفين تمرد من قبل الذكور، خلينا نسميه التمرد. التمرد هو دائما موجود وسوء الفهم من قبلهم. نحن نحاول نوصل، يعني نتقبل الموضوع بشكل إيجابي ونوصل لهم الفهم بشكل شفاف ويكون مفهوم لهم. بعدين احنا عايشين بزمن يعني تشوفين المنافسة بين البنات، انه انت تعي تحكين على الذكور يعني يمكن اقرب صديقة لك انت قاعدة تنافسك بدون ما تعرفين بهذا الشيء. فاكيد لازم تنتظرين المنافسة ولازم تتحدين انه اكو وياك ذكور بنفس الشغلة اللي تشتغلين بها، فلازم يعني نوالي منافسنا شلون ما تقولين. المنافسة دائما موجودة. صحيح اكيد. شانا يعني انت كشابة نشطة وطالبة جامعية، هل لاحظتي انه الشباب هناك مندفعين اكثر للعمل الاغاثي ام الشابات الموجودات؟ صراحة بين مجتمعنا ما احس البنات هواي عندهم هذا الاهتمام، انه يعني قليل شفت. شنو تراجعي السبب؟ سبب انه عادات تقاليد المجتمع، كل واحد وبيته وشو يعني هذا مأثر. او مثلا واحد عنده اخوة، بنية عندها اخوة هواية بالبيت يعني ما تقدر، بس ثاني لا غير. فاي هي هاي المشكلة اللي شفتها. بس كولد عامة هواية شفت شباب مهتمين غير عن الإغاثة، مهتمين بالرياضة، مهتمين بالبوكسينج، اكو كيك بوكسينج، يعني شفت للرجال اكثر اهتمام. البنات يعني اي وحدة كنتي تناقشيها بالموضوع تقول ما راح تستفادين شيء من عنده، مو مهم. بس بالعكس انا يعني شفت ما عندها امل من البدايه، شفت العكس. اي بس لا، كان اكو شويه بنات همينه قالوا لي كل الاصابع سويه يعني نص بنص يعني. وكان اكو هوايه بنات ويانا بالتمرين همينه بالكليه مع منظمه الامل. طبعا احنا من خلال تعاملنا ويا الشباب يختلف من مجتمع لاخر، اكو اقبال من بعض المجتمعات ومن الشابات يسمحون انه يحصلون على فرصه من منظمه، ويعني يستغلون هاي الفرصه بحيث يكتسبون خبرات. يعني مقر المنظمه منظمه امل هي باربيل. نعم. طيب انتم اللي يتوجهون لكم يشتغلون وياكم، هل هم فقط من اربيل او من غير محافظات من يتجهوا لكم؟ نحن نشتغل باقليم كردستان عامه، متعدد المحافظات. يعني اذا متعدده المحافظات، يعني اذا اني من غير محافظه مثلا اني من كركوك اذا اريد اتجه للمنظمه مالتكم عادي طبعاً اشارك وياكم؟ طبعا بالتاكيد. نحن وياكم من غير محافظات؟ نحن نشتغل باقليم كردستان فقط. يعني بانحاء اقليم كردستان اي بالتاكيد عندنا من غير محافظات متطوعين طلاب نتعامل وياهم. جيد. رانيا دي يقولون انه دور الاغاثه مو واضحه، يعني مو موضوع شلون ما تقولين يثير اهتمام الرأي العام. أنت تعتقدين أنه السبب يعود إلى تقصير المنظمات الموجودة، المنظمات الإغاثية أكيد، أم أنه إذا بدنا نحكي على الإعلام يلعب دور مهم حتى يعني يشوف دور المنظمات هذه مثل منظمة أمل الإغاثة للناس وللمشاهدين حتى يعرفون شنو معنى هيك منظمات وليش هم متواجدين وليش أصلا هم لازم يساهمون بحل المشكلات الموجودة؟ طبعا نحن كمنظمة نواجه سوء فهم هواية سواء من قبل المنظمات بشكل عام أو الدور الإعلامي أيضا يلعب دور مهم جدا. يعني إذا نجي على الأسباب، أسباب هواية منها المنظمات يعني سوء استخدامهم الفندات اللي يحصلون منها من الخارج، أو إدخال بعض المفاهيم والمصطلحات اللي تكون غير لائقة ويا المجتمع اللي هم متواجدين وياه. طيب انت شنو تطلبين من الاعلام يعني انه يساهمون اكثر، خاصه الاعلام والسوشيال ميديا همين بنفس الوقت تعرفين يعني مثل الطياره ذا يوصل الخبر لاخر الدنيا، شو تطلبين منهم يعني انه شلون يشاركون، شلون يساهمون اصلا حتى احنا نقدر نطور بهيش منظمات؟ طبعا الاعلام يلعب مثل ما قلت لك يلعب دور مهم بهاي القضيه. مثل ما تعرفين احنا حاليا يعني نعيش بزمن هو يعني
التواصل الاجتماعي له دور مهم جدا. يعني عالم نتمنى افتراضي عايشين به. بالتأكيد نتمنى من القنوات يعني يركزون شوية على أدوار المنظمات، لأن هي فعلا تلعب أدوار جدا مهمة وتساعد الناس بتلبيات احتياجاتهم، سواء يعني متعدد السكترات الموجودة. يعني نتمنى مساعدتهم وتركيز الأضواء أكثر على المنظمات. وتعطوا صفحات أكيد بالسوشيال ميديا. بالتأكيد كل المنظمات عندها صفحات على السوشيال ميديا. طيب شانا، أنت بصفتك طالبة حاليا ومشاركة وياهم يعني بالعمل الإغاثي، هل تفكرين أنه أنت أو تخططين أنه بعد تخرجك تستمرين وياهم أم لا توقفين؟ صراحة أنا حبيت شغلهم كلش، وكان مريح وشغلات جديدة تعلمت مثل ما قلت، وناس كلش محترمة وطيبة ولطيفة ويانا. فأكيد إذا صار إلي مجال وما كان عندي أي عائق يعني من غير أي مكان، بالتأكيد أكمل وياهم. اللي شرف أني أكون وياهم. جيد إن شاء الله. الكلمة الأخيرة لكم أثنيناتكم قبل لا ننهي الحلقة، لأن الوقت داهمنا. نبدأ وياك. طبعا أنا كرانيا أشكركم على استضافتنا هنا، وأشكر كل الأشخاص اللي متواجدين هنا واللي يشاهدونا. أتمنى من المانحين أنه يستمرون دعمهم للمنظمات، لأنه أكو فعلا الناس هنا محتاجة هذا الدعم، ونحصل أتمنى على فاندات أكثر بحيث نقدر نلبي احتياجات الناس اللي موجودة هنا، وخاصة حاليا يعني نواجه مشاكل هواية بالتغيرات المناخية، وهذا يتأثر على أنه الشباب يحصلون على فرص عمل في البلد. فأتمنى الدعم يكون مستمر. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك. وأنتي شانا؟ أنا أشكركم أول شيء ضيافتكم لنا. أهلا وسهلا. كلمة أريد أقولها أنه لا تخلون طموحاتكم توقع. أي شيء عندكم بالحياة جربوا، حياة تجارب، ولا تخلون أي عائق يخليكم ما تكملون. أي توقف طريقكم ما تكملون، لأن صدق أي شيء نشوف ونتعلم ده يخلينا إنسان أحسن بهذا، نتطور أكثر أكيد. الآن رانيا صالح، عضو في منظمة أمل للإغاثة والتنمية، والطالبة الجامعية شانا شيرزاد فرمان، كنتوا ضيفات كريمات ويانا اليوم، شرفتونا ونورتونا من السماء الزاكروس. شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا بكم.